بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية. إنما بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان النهاردة في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، في نشاط للرياح ببعض المناطق، وفي كمان شبورة صبح بدري مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وإيه الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم، خصوصا أن احنا في موجة ارتفاع حرارة كده بقالنا كام يوم حاسين بيها. بالفعل يمكن اليوم كمان مكملين ارتفاع درجات الحرارة، وهو ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة هيكون اليوم فقط بإذن الله. عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 36 درجة مئوية في الظل، وده نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط محمله بكميه كبيره من بخار المياه، يعني ارتفاع في نسب الرطوبه، بالاضافه كمان في طبقات الجو العليا بنتاثر بامتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي بيساعد على ارتفاع درجات الحراره. فانا عايز ان ارتفاع في قيم درجات الحراره وكمان ارتفاع في نسب الرطوبه، فعشان كده ال 36 دي هنحسها لو تكون 38 او 39 درجه مئويه بسبب وجود نسب رطوبه كبيره في الجو في معظم محافظات الجمهوريه. عشان كده الطقس نقدر نقول عليه ان هو طقس شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء، طقس حر رطب على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه، ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، نحس بيه أكتر ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. أجواء صيفية معتدلة تماما خلال فترة الليل على المناطق الشمالية، مائلة للحرارة رطبة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات الليل. بالإضافة كمان مع توافر الرطوبة خلال فترات الليل وهدوء سرعات الرياح، بالإضافة كمان لمرتفع الجو للطبقات الجو العليا، الشبورة المائية واضحة بشكل كبير خلال فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي والرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. بالنسبة لنشاط رياح اليوم، احنا عندنا نشاط محدود للرياح اليوم في بعض المحافظات زي القاهرة الكبرى، بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد أو جنوب سيناء، وجود نشاط نسبي للرياح نحس بيه أكتر فترات المساء وساعات الليل، يقلل بعض الشيء إحساسنا بنسب الرطوبة ويلطف الأجواء بعض الشيء. ويمكن احنا بنقول إن ارتفاع درجات الحرارة هيكون معانا اليوم فقط، لأن متوقع من غدا الجمعة إن شاء الله تبدأ التنزعات الضغطية اللي بتأثر علينا تختلف، يبدأ يأثر علينا امتداد لمرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع العروض الوسطى، كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تحسن الأحوال بشكل كبير، ووجود نشاط للرياح ملحوظ يقلل إحساس بنسب الرطوبة. فبالتالي من غدا إن شاء الله هيكون في انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، وهيستمر معانا إن شاء الله على مدار الأسبوع القادم، ونرجع تاني للمعدلات الطبيعية والتحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير. بس احنا هننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا احنا في فصل الصيف لازم نخلي بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره تحديدا من 12 الظهر لحد الساعه 3-4 العصر، قدر الامكان ما نتعرضش لاشعه الشمس بشكل مباشر. لو موجود في الشارع يبقى معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. مهم كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، بالاضافه كمان ان احنا في فتره انتقاليه ما بين الصيف وداخلين على فصل الخريف، فمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، وطبعا القياده تكون بهدوء تام فتره الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه.
بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 36 والصغرى 26، العاصمة الإدارية 36-25، اسكندرية 31-23، العلمين الجديدة 31-24، مطروح 30-22، دمياط 31-25، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 37-23. السويس العظمى فيها 36 والصغرى 24، العريش 32-25، كاترين 35-19، وطابة 37-27، حلايب 34-30، شلاتين 34-30، شرم الشيخ 40-30، والغردقة 41-30. الفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 26، بني سويف 38-25، الوادي الجديد 44-26، أسيوط 41-24، سوهاج 42-25، قنا 44-27، الأقصر 43-27، أسوان 43-28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لفاسانتو وشاتلين نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمح.